معنى أنه تم توصل لهوية الإرهابيين إذن؟ هوية الإرهابيين اللي قام بالعملية قتل عصام المسرقي راغب بن حسن بن كمال الحنش، حكم أنه زميل من الحماية المدنية قاس عاف ورد الخبر في الوقت وتأكد اللي هو تحومته تعاطف معاه في بداية الأمر وما حبش يقتله. بعد ما صفى عصام المسرقي فجأة سيارة الحرس جاية قد عصابه راغب الحنشي وطلق النار على زميل من الحماية، ما صابوش يعني في أماكن قاتلة، وطلق الرصاص على المواطن القهواجي اللي ده قتيل. معنى أنهم كانوا مربوطين عندكم في السجن؟ راغب الحناش وبعض العناصر الموجودة غادي متأكد منهم اللي هم كانوا موقوفين غادي، وتم إطلاق سراح من طرف حاكم التحقيق ياسين البجاوي في قضايا صارت في السنة الفارطة، اعتداء على منطقة الشرطة واعتداء على الشرطة العدلية ومنطقة الأمن الوطني، طيبوهم عندما يقارب 5 أشهر. اسمعنا أنه بقيت العناصر لهجتهم جزائرية؟ لا كلهم بأكد زميل من الحماية اللي لهجتهم تونسية أما تختلف من جهة لجهة. والسيارة تم العثور عليها في أحد جبال جندوبة ملقاة قريعة الطريق وفروا هم بطبيعتهم هرسانك حمراء، تم معاينتها من طرف الجيش ومش ينفخ الجثة نتاع عصام كيف ظننا أنه مفخ بحكم أنه غطوه بالزيتون وغطوه بدباش طلعت كيف مش ينفخ.